يلا بينا. مساء الخير يا فندم. في ميعاد مع الأستاذة نادية القاضي. أبلغها مين يا فندم؟ قولي لها على المهندس هشام الغندور. ثانية واحدة. ألو؟ باشمهندس هشام الغندور يا فندم. حاضر. اتفضلوا يا فندم، الأستاذة نادية في استقبالكم. الدور الرابع شمال الأسانسير على طول. ثانك يو. اتفضل. بعد اذنك المهندس شهاب ابو العينين على وصول، ممكن اول ما يجي تخليه لنا في الاجتماع؟ تحت امرك. حد قال لك ان هناك ما لهمش حد؟ هنتاخر على ميعادنا يا باشمهندس. الو؟ أنا نادية القاضي. مين معايا؟ إيه؟ ابني؟ ماله ابني؟ إزاي ده حصل؟ وحصل إمتى؟ مستشفى؟ مستشفى إيه؟ طيب 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 أنا جاي حالا، أنا جاي حالا، جاي حالا. الضنا غالي. صباح الخير يا هشام. أنا تحت عندكم في الشركة هنا على فكرة. صباح الخير. صباح النور. في ميعاد مع المهندس هشام والأستاذة نادية. أهلاً أهلاً أهلاً. إزيك يا هشام؟ شاب إيه؟ حبيبي. نورت الشركة. كويس أوي إنك جيت في ميعادك على فكرة، أستاذة نادية دقيقة أوي في مواعيدها. يا راجل، هو في ست عندها مواعيد مظبوطة أساساً؟ هتندهش. تعالى اتفضل. طب يلا. اتفضل. اتفضل يا شاب إيه؟ ميرسي يا هشام. ثانية واحدة لو سمحت. اتفضل. عن اذنك. طبعا مستر حازم، انا الفايل معايا ورجعت وخلاص، كل التفاصيل زي ما حضرتك طلبت بالظبط. لا انا عايزاك تطمن كانك هتكون موجود في الاجتماع. طبعا اكيد اكيد، انا ربع ساعه بكون جاهزه للميتنج. مع السلامه. سوري كان عندي مكالمة مهمة. ولا يهمك. أهلا وسهلا أستاذ شهاب. أهلا بحضرتك. إزاي أقدر أخدمك؟ حضرتك أنا دخلت على الموقع بتاعكو وشفت كل التفاصيل بتاعة المناقصة اللي عاملاها شركة إن جي موتورز. تفاصيل عظيمة بصراحة. وأنا طمعان فيها. في المناقصة يعني. وأدي كل الورق المطلوب حضرتك. والله يا ريت. بس التقديم مقفل خلاص. ايوه ما انا عارف، بس انا عارف برضو ان المناقصه فاضل لسه عليها اسبوع، يعني لسه في فرصه. هي يا فندم شهاب بيه موجود النهارده عشان ياخد استثناء من حضرتك عشان يقدم الطلب بتاعه. بس ده مش قانوني والمكتب مش هيخالف الشروط. ام سوري التقديم قفل. ايوه هو الحقيقه جاي النهارده علشان يوصل معانا الاتفاق علشان نساعده في تقديم العرض بتاعه. مش بس كده، لا انا كمان عايز المزاد ده يرسى عليا. نعم. بقول لحضرتك ايه يا استاذه نادية، ما تيجي نقرب المسافات بيننا كده واجيب لك من الاخر. انا راجل قديم في السوق قوي على فكره ومن زمان، يعني ما تقلقيش مني عشان انا عارف الدنيا دي ماشيه ازاي. حضرتك كده تقعدي وتقولي لي ايه المطلوب بالظبط في مقابل ان المزاد ده يرسى عليا. هشام عن اذنك. ايه اللي انا بسمعه ده؟
جماعه مفيش داعي للقلق خالص، المفروض ان احنا الثلاثه بندور على مصلحتنا. طبيعي لازم اقلق على سمعه المؤسسه لو الكلام ده طلع لبره. لا 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 ما تقلقيش خالص، القعده دي بتفاصيلها محدش هيعرف عنها حاجه. يا مدام يا مدام انت قاعده مع تاجر قديم، مش حد من مصلحه الضرائب لا سمح الله ولا حاجه يعني. استاذه زي ما قلت لستك قبل كده، شهاب بيه على ضمانتي. اهو خلاص، بدل 2 مليون 1.5. 1.5؟ لا 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 بس ده كتير قوي حضرتك، يعني نزليهم شويه. هو انا هحط حاجه في جيبي؟ دي تمثيليه كبيره وناس كتير هتاكل، وانا جنيه مش هنزل من المبلغ ده. انا اسفه، عموما انا عندي حاجات كتير اهم من اللي بيحصل ده، لازم اروح اجتماعي. حلمك علينا بس يا ست الكل، كلام قد وعطى مش كده يعني. شاب بيه، الاستاذه جابت لك من الاخر. طب افرضي ان انا دفعت المبلغ كله والمناقصه ما رسيتش عليا في الاخر. والله انا ما عنديش اي ضمانات، بس يعني عشان هشام انا ممكن ارضى ان اخد منك 50% دلوقتي والباقي بعد ما ترسل مناقصه عليك، ده اخري. واضح يا شاب انه ما عندكش رغبه تكمل الديل، وانا ما عنديش وقت، انا بسحب عرضي. الله الله الله، بعدين يا ست الكل بالراحه علينا شويه مش كده يعني، يعني ما تاخديش الحكايه قفش كده، وبعدين اهون عليك تتحمي عليها كده يعني. الفلوس تكون عندي النهارده الساعة 7 في الميعاد، ولو لا يبقى المقابلة انتهت. على البركة. هيا لا الولد كويس، أنا لسه جاي من عنده من المدرسة، بس أموت وأعرف مين اللي عمل فيا كده. وهعرفه يا احمد. يلا سلام. مبروك علينا كلنا. ايه ده؟ هو ايه اللي بيحصل هنا؟ في ايه؟ وكمان ليكي عين تفتحي بقك وتتكلمي؟ انت ازاي حضرتك متاخره على الميعاد كل ده؟ هو انا مش مكلماكي امبارح واخده ميعاد الاستاذ هشام؟ نقعد احنا مستنيين كده ليه؟ خدامين ابوكوا؟ ايوه انت مش عارفه ايه اللي حصل. من غير كلام كتير، انت تتفضلي معايا دلوقتي عند الاستاذ حازم، انا هخليه يرفدك عشان تعرفي تحترمي مواعيد الناس. اتفضل انت يا استاذ هشام، مش عايزه اعطلكم على ميعادنا النهارده. بالمناسبه انا بحترم مواعيدي مش زي الاستاذه. اتفضل شاب بيه. معرفه خير ان شاء الله. يا استاذه سهى، حضرتك ما تعرفيش ايه اللي حصل. انا جالي تليفون بيقول لي ان ابني في المستشفى، فاضطريت انزل بسرعه جدا وما عرفتش اعمل ايه. خلاص مش عايزه اسمع. يعني انت مش هتقدمي الشكوى للاستاذ حازم؟